بثينة سيدة توفي زوجها وهي في الأربعين من عمرها وترك لها ثلاثة أطفال فعملت بأكثر من عمل شاق حتى أعجاها المرض وأصبحت لا تستطيع العمل واكتفت ببيع الخضراوات في السوق لتنفق على أولادها وفي يوم مر بها الحاج أكرم فدعته لشراء بعض الخضراوات منها فتعاطف معها لطيبتها وبعد أن سمع قصتها طلب منها أن تمر يوميا على مطعمه ليعطيها ما لذ وطاب لها ولأولادها، ومنذ ذلك اليوم وأعمال المطعم في رواج ورخاء، وكانت دعوات بثينة الصادقة له من أسباب هذا الرخاء، وفي يوم كان المطعم مزدحما وأقبلت بثينة لتأخذ الطعام كعادتها، ولكن أكرم حينها صرخ في وجهها وقال لها: ليس هذا الوقت المناسب للتسول بعد هذا الموقف بيوم ذهب اكرم الى مطعمه الفاخر في وقت الذروه فوجد صاله الطعام شبه فارغه وبعد ثلاثه ايام اصبح المطعم خاليا تماما من الزبائن فاخذ اكرم يفكر في سبب هذا الركود خاصه وانه لم يقصر في جوده الطعام ولم يزد الاسعار وفجاه توقف عن التفكير وسال احد عماله هل حضرت بثينه اليوم لتاخذ الطعام رد العامل لم تات منذ ثلاثه ايام وفي حزن تذكر اكرم خطاه معها فذهب مسرعا الى المكان الذي تجلس فيه بالسوق فوجد سيده اخرى تجلس مكانها وعندما سالها عن بثينه قالت له بحزن في ليله عادت لمنزلها لا تحمل عشاء لاولادها كما اعتادت لتصاب بحزن شديد افقدها وعيها وسقطت في الشارع لولا ان انقذها بعض الطيبين ثم وصفت له مكانها فعاد الى المطعم واخذ منه اشهى الماكولات وذهب بها الى بيت بثينه وعندما فتحت له ابنتها الكبرى وجد البيت كله عباره عن غرفه واحده وبثينه على فراشها تنظر اليه بنظرات لوم وعتاب بينما اولادها عيونهم معلقه باللفافه التي معه بعد ان ملات روائح الطعام الغرفه وفي خجل كبير قال اكرم لها لقد خرجت كلمه من لساني دون وعي مني ودون ان اعلم ان الكلمه من الممكن ان تحيي وتميت واطلب المغفره مسحت بثينه دموعها وقالت له اسعدك الله وسترك ويسر لك كل عسير غادر اكرم البيت سعيدا بعد ان وعد بثينه بعلاجها واعطاها مبلغا كبيرا وما ان وصل الى المطعم حتى وجد زحاما شديدا بصالة الطعام وزبائن على قائمة الانتظار والعاملون كخلية النحل لا يستطيعون تلبية الطلبات. فسأل أحد عماله: منذ متى هذا الزحام؟ فقال له: منذ ساعتين تقريبا. نظر أكرم في ساعته وعرف أنه نفس توقيت وصوله عند بثينة ليتعلم الدرس ويعرف أن الله المعطي يعطي من كرمه لنعطي لعباده. قل <applause> اللهم كالملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب